أعزائي التلاميذ، نرحب بكم في مدارس الإدريس الأهلي. اليوم موضوعنا هو الطرح مع عدد التسمية حتى العدد 999. شنو يعني العدد معناه 999؟ يعني متكون من 3 مراتب اللي هن آحاد، عشرات، مئات. فكرة الدرس: استعمل إعادة التسمية لأطرح عددين من مرتبتين أو من 3 مراتب. فقرة يعني هذا العدد، عدنا كل عدد متكون من مرتبتين أو من 3 مراتب. نجي إلى فقرة أتعلم. كيف أجد ناتج الطرح 342 ناقص 58؟ إحنا استخدمنا أما باستعمال جدول القيمة المكانية أو بدون استعمال جدول القيمة المكانية. بس عندنا هذا العدد الأول وعدد الثاني. العدد الأول متكون من 3 مراتب آحاد، عشرات، مئات، والعدد الثاني متكون من مرتبتين آحاد، عشرات. هسا نجي نريد نطرح دائما من مرتبة الآحاد، دائما من مرتبة الآحاد اللي هو 2 ناقص 8. نلاحظ من إن النقص 2 ناقص 8 يعني 2 نأخذ من عدها 8. يصير؟ لا، ما يصير. إذا كان العدد الأول أقل فإنه راح يصير إعادة تسمية. إعادة تسمية يعني شنو إعادة تسمية معناتها؟ يعني راح نتداين من جيرانها، تمام، اللي هي عشرات، يعني 4 عشرات بالأصل. هي شنو؟ أحسنتم، 4 عشرات. شنو أصلها 4 عشرات؟ اللي هي 40. هاي 40 من ناخذ، مو ناخذ واحد، لا، ناخذ 10 كاملة، فش تصير 30. احسنتم، يعني هنا 4 عشرات بالاصل هي 40. اخذنا 10، ايش صار؟ احسنتم، راح يصير 30. يعني شنو؟ 3 عشرات. 3 عشرات. هسه راح نكتب 3 عشرات. احسنتم، افتهمتوا. هسه هاي العشرة وين راح نوديها؟ راح تروح للآحاد، تمام. يعني 2 زائد 10 راح يصير شنو؟ 12، تمام. هاي هي إعادة تسمية. راح نعيش شنو إعادة تسمية؟ إذا كان العدد الأول أقل من العدد الثاني فإنه نحتاج إلى إعادة تسمية. وقلنا إعادة تسمية يعني شنو؟ نتداين من جيرانها، تمام. بس 12 ناقص 8، أنا إيش قلت لكم؟ قلت لكم بالطرح نأخذ الرقم الأصغر. من الرقم الأصغر 12 لو 8. أحسنتم، 8. 8 راح نحسب من وراها لما نوصل لل 12، نشوف ايش قد بأصابعنا. يلا، 9 10 11 12، ايش قد بأصابعنا؟ أحسنتم، 4. فنكتب 12 ناقص 8 4. هسه 3 ناقص 5، هاي 3 ناقص 5 يصير؟ ما يصير. فش نسوي؟ إعادة تسمية. وش قلنا إعادة تسمية؟ راح نتداين من جيرانها. أحسنتم، هي 3، شو تصير؟ أحسنتم، 2 و3 راح يصير 13، و13 هي بالأصل شنو؟ أحسنتم، 130. يلا هسا 13 ناقص 5، شنو 13 ناقص 5؟ ايش قلنا احنا؟ ناخذ الرقم الاصغر، منو هو؟ 5. نحسب من ورا 5 لما نوصل لل 13. 6 7 8 9 10 11 12 13، ايش قد العدد؟ احسنتم، 8. 2 ناقص 0 2. هذا كله خلاصة، يطلع ناتج 284. 284. عرفنا شنو إعادة تسمية؟ إعادة تسمية يعني نتداين من جيراننا، تمام. إذا من مرتبة العشرات راح تعطينا 10 وحدة، إذا من مرتبة المئات تعطينا، أحسنتم، تعطينا 100. هسا فقرة أتأكد، استعمل جدول القيمة المكانية لأجد ناتج الطرح.
عندنا هنا كل عدد متكون، هنا العدد الأول متكون 3 مراتب، والعدد الثاني متكون من مرتبتين. نجي نطرح أول شيء شنو الآحاد؟ 2 ناقص 5 يصير 2 ناقص 5 ما يصير. فش نسوي بهاي الحالة؟ نتداين من جيرانها اللي هي العشرات، راح تصير 3، أحسنتم، واثنين راح تصير 12. ليش؟ لأن إحنا عدنا 2 زودناها. ليش؟ لأن إحنا أخذنا 10 زائد 10 و2 زائد 10 و12، تمام؟ هسه 12 ناقص 5 اللي هي 7، تمام؟ 3 ناقص 6 يصير 3 ناقص 6 ما يصير. طلعوا لنا بالله 3 بأصابعكم، نقص لنا من عندها 6 ما يصير. فش نسوي؟ نتداين من جيرانها اللي هي المئات، وتصير 3 و3 شو تصير؟ 13. 3 نشخطها وتصير 13، تمام؟ 13 ناقص 6 يساوي لنا 7 و3 حصل 13، و13 ناقص 6 هو الناتج 7. هسه نجي للنقطة الثانية، أيضا متكون هنا عددين، كل عدد متكون من 3 مراتب، تمام؟ هسه 2 ناقص 4 يصير 2 ناقص 4 ما يصير. فش نسوي؟ إعادة تسمية اللي هي جيرانها. هنا عندنا 1 عشرات، يعني 10 وحدة إذا أخذناها شو يصير؟ إذا أخذناها راح يصير 0، لأن إحنا أخذناها راح يصير هنا بمرتبة الآحاد هي 12. 12 ناقص 4 قلنا نأخذ العدد الأصغر نحسب من وراء لمن نوصل لل 12. قد بأصابعنا؟ أحسنتم، 8. هسه نجي 0 ناقص 5 هو 0، شو نقص معدها 5 ما يصير. فيصير إعادة تسمية، هنا 3 راح يصير 2 والصفر راح يصير 1، راح يصير 10، أحسنتم. هسه 10 ناقص 5، 10 ناقص 5 قلنا نأخذ العدد الأصغر نحسب من وراء لمن نوصل للعشرة راح يصير 5، و2 ناقص 1 يساوي 1، 158. هسه النقطة الثالثة، أيضا عندنا عددين، كل عدد متكون من 3 مراتب، 7 ناقص 8 يصير 7 ناقص 8 ما يصير. فنحتاج إلى إعادة تسمية، راح نأخذ من جيرانها اللي هي العشرات، عندنا 1 راح يصير 0، والسبعة راح يصير 17، تمام؟ يلا بنات الحلوات، قلنا 7 ما يصير، أخذنا من جيرانها 7 راح يصير 17. 17 ناقص 8 ايش قلنا احنا بنات الحلوات؟ 8، نحسب من وراء 8 لما نوصل لسبعة 19، ايش قد بأصابعنا؟ يلا يلا، احسنتم، 9. هسه 0 ناقص 3 ما يصير، قلنا نداين من جيرانها راح يصير 3، وهنا راح يصير 10، و10 ناقص 3 اللي هي 7، و3 ناقص 2 1 صار العدد 179. أجد ناتج الطرح، عندنا النقطة الرابعة 216 ناقص 47، قلنا أول شيء للآحاد 6 ناقص 7 يصير، 6 ناقص 7 ما يصير. فنروح إلى مرتبة العشرات، راح يصير هنا 0، ليش؟ إن إحنا أخذنا بس 10 وحدة، إذا راحت راح يبقى 0، وهنا 6، أحسنتم، راح يصير 16. 16 ناقص 7 إيش قلنا إحنا بنات الحلوات؟ بالطرح نأخذ العدد الأصغر نحسب لما نوصل لل16، أحسنتم، إذا بأصابعنا إيش قد؟ 9. 0 ناقص 4 يصير، 0 ناقص 4 ما يصير. فنتداين من جيرانها اللي هي المئات، 2 راح يصير 1، والصفر راح يصير 10، و10 ناقص 4 إيش قد يا حلوين؟ 6، أحسنتم، 1 ناقص 0 هو 1، صار عدد 169.
سنجي للنقطة الخامسة، 582 ناقص 394. نجي أول شي نطرح الآحاد، هنا اثنين ما يصير النقص، فنتداين من جيرانها اللي هي الثمانية راح يصير سبعة، والاثنان راح يصير 12 ناقص أربعة. شو نسوي؟ قلنا نحسب، ناخذ العدد الأصغر نحسب. أحسنتم، طلع الناتج ثمانية وسبعة ناقص تسعة ما يصير، نتداين من جيرانها اللي هي الخمسة، الخمسة راح تصير أربعة. أحسنتم، والسبعة راح يصير سبعة عشر، سبعة عشر ناقص تسعة اللي هو يطلع الناتج. إيش قد بنات الحلوات بأصابعكن؟ يلا نحسب، تسعة من ورا تسعة لما نوصل سبعة عشر اللي هي ثمانية، وأربعة ناقص ثلاثة واحد، صار العدد 188. النقطة السادسة 435. نجي للنقطة السادسة 435 ناقص 166، خمسة ناقص ستة ما يصير، نداين من جيرانها راح يصير اثنين، والخمسة راح يصير خمسة عشر، خمسة عشر ناقص ستة. قلنا ناخذ العدد الأصغر نحسب من وراء لما نوصل إلى العدد خمسة عشر. إيش قد طلع بأصابعنا؟ أحسنتم، طلع الناتج تسعة، لأن الستة وراها. أحسنتم، هسه اثنان ناقص ستة ما يصير، فننتقل المن راح ناخذ من جيراننا اللي هن المئات، راح يصير ثلاثة، والثنين راح يصير 12، 12 ناقص ستة ستة، وثلاثة ناقص واحد اثنان، صار العدد 269. عندنا النقطة السابعة 804 ناقص 357، هسه أربعة ناقص سبعة يصير ما يصير، ننتقل إلى جيرانها الصفر، هي الصفر شلون ناخذ من عندها؟ ما راح تطينا ولا راح نطيها، فننتقل إلى مرتبة المئات، الثمانية راح يصير سبعة، راح نطي للمرتبة العشرات حتى تؤمن تنطي المرتبة العشرات للآحاد، تمام؟ هسه السبعة راح يصير هنا الصفر راح يصير عشرة، هسه نقدر نطي للأربعة، العشرة راح يصير تسعة، والأربعة راح يصير أربعة عشر. راح أعيدها، هذا المثال جدا مهم، تمام بنات الحلوات؟ قلنا الأربعة ما تنطي، نروح لجيرانها لقيناها صفر ما تطينا صفر، نروح إلى مرتبة المئات، طيتنا سبعة داينا راح يصير عشرة، والعشرة راح يصير تسعة، إن ما نطيناها لمرتبة الآحاد راح يصير أربعة عشر، أربعة عشر ناقص سبعة. نجي هسه 14 ناقص 7، قلنا العدد الأصغر شنو؟ نخليه بعقلنا، نحسب من ورا 7 و9 ناقص 5 4 و7 ناقص 3 اللي هو 4، صار الناتج 447. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، أتمنى لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.